هناك 32 رسالة ماجستير ودكتوراه اللجنة تحفظت عليها لأسباب أنتم بتحسبوني عليها لو مشت. نعم بما فيكم معالي الرئيس، أما تمس الوحدة الوطنية، أما فيها تهجم، أما تهميش لفئة من المجتمع، أو نشر الحقد والكراهية أو تدليس. لكن أنا هنا سوف أتكلم من مرسوم من قانون كان حاضر الأخ يوسف فيه في 2005، وهو قانون التعليم، ولم أسمع أن اعترض عليه. أنا ما تهربت، النائب ما رد علي، أنا قلت له تبيني أخالف القانون؟ هل أسمح وأصدق على شهادات تزدري فئة في المجتمع، تمس تتكلم بطائفية، تحتقر المجتمع، لا تؤمن بثوابت مملكة البحرين؟ ما جاب راحته، رد يتكلم من يأيد ويناصر، هذا شيء راجع له. لكن لماذا لم تجاوب؟ هذا السؤال، لأن هذا القانون أنتم موقع عليه، ترى احنا ما ننسى ولا نزايد.